موجز الأخبار على الحياة فام. موجز 7:30 صباحا على الحياة فام، أهلا بكم. قالت مستشارة وزير الصحة إيناس العيادي إن المعدل اليومي للتلقيح في رمضان بلغ 16,000 جرعة في كامل تراب الجمهورية، وقد بلغ مجموع من تلقوا التلقيح 256,000 شخص من أعوان الصحة وكبار السن. من جهة ثانية، أوضحت العيادي أن العدد الجملي لأسرة الإنعاش المخصصة لمرضى الكوفيد بلغ 365 سريراً، في حين أن أسرة الأكسجين يبلغ عددها 2140 سرير بكامل تراب الجمهورية. كما أشارت إلى أن طاقة امتلاء أسرة الإنعاش قد بلغت 91%، في حين أن طاقة امتلاء أسرة الأكسجين بلغت 80%، مؤكدة أن الوزارة في طريقها لتوفير 60 سرير إنعاش إضافي في القريب العاجل. في توضيح حول الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات في تونس، قال مدير عام المحروقات بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم رشيد بن دالي أن قيمة دعم الدولة لقارورة الغاز المنزلي والتي تباع ب 7500 تقدر ب 23 دينار، وذلك في تصريح إعلامي، موضحا أن تعديل أسعار المحروقات تم إقراره بناء على سقف السعر العالمي للمحروقات وارتفاع سعر البرميل من النفط إلى 65 دولارا، موضحا أن 100 مليم هي حجم الزيادات الجملية وأنها لا تتجاوز سقف 5%، وهي وفق آلية التعديل التي بدأت سنة 2015. ليست قمامتي لكنه وطني، هو شعار حملة وطنية شبابية في الجزائر لمتطوعين من نوادي طلابية ورياضية مثل جمعية الدراجة الخضراء، وذلك بهدف جمع النفايات التي كانت تغزو حدائق المدن الجزائرية. الحملة تحت عنوان تحدي رمضان، وتمكن يوميا من جمع مئات الأكياس المليئة بالنفايات. وتأتي الحملة في شكل سباق لحماية البيئة في الجزائر، ولاقت المبادرة الشبابية استحسان نشطاء على شبكات التواصل وانخراط عدد أكبر يوميا في الحملة، وهي تجربة يمكن تنفيذها في القيروان من قبل شباب الجهة، خاصة من نشطاء المجتمع المدني والتلاميذ وأبناء النوادي الرياضية. متابعة رائقة لبرامج الحياة FM، وصباحكم ربيعي سعيد. موجز الأخبار على الحياة FM.